كنت بتروحي المسرح كتير مع والدتك الفنانة أمال سالم. الله يرحمها. طبعا هي وجه معروف، يمكن في أجيال ما تعرفش اسمها، بس أول ما هتشوف وشها هتعرفها طبعا، لأن هي ما كانت موجودة في أعمال كتيرة جدا. بتحبي أكتر حاجة ليها إيه؟ يمكن الناس تفتكر أمونة في مسرحية رايا وسكينة. دي كانت رهيبة، دي والدة الفنانة الكبيرة سوسن بدر الراحلة الفنانة أمال سالم. يعني كل التحية ليها ولروحها. خلينا نشوف المقطع ده. اللي جابك يا خالة أمونة؟ جاي أطمن عليكم. ليه؟ أشوفكم عايشين ولا ميتين؟ الحمد لله. جعانين ولا شبعانين؟ مصرين ولا مفتوحين يا ريا؟ اخرسي قطعي لسانك. اسمعي يا أمونة. باه أمونة كدهب يا خالة؟ أمونة من غير خشة ولا أدب؟ اسمعي يا أمونة وفهميني كويس، 5 سنين هم واحنا طفشانين من وشك وارتحنا منك خلاص، لا عايزين نعرفك ولا نحبك تعرفينا، والمثل بيقول ان كان بينك وبين الشر جسم اقطعه قبل ما يعديلك. الله يسامحك يا ريس. ايوه اهلي شر؟ معلش طول عمرك لسانك تانياه ولفه بيه رجبتك. ما تسكتي اللي جاتليك انت. بس يا ريس اتفضلي يا سكينه ان خالتك امونه يجي من وراها شر. يا خاله أمونه انا سالتك من اول ما دخلتي عندنا ايه اللي جابك الساعات؟ لميت فلوس الزرعه وربطتها في حزام حوالين بطني. امان. واتدليت اسكندريه الحاجتين، اولهم اشتري راديو البيت العروسه. عروسه؟ عروسه منين؟ ما هو هو ده تاني هام. الشيخ عواد عمده البلد عايز يتجوز صبيه. قصدني وقال لي يا خالة أمونة مستعدة أدفع مهر من جنيه لال. قلت في عقل بالي بناتي أو لا. الفنانة أمال سالم والدة الفنانة الكبيرة سوسن بدر كانت قمر على فكرة، كانت بيضة بلونداية خالص خالص كده، بيضة قوي قوي و بامبا كده، كان لونها بامبا كده قمر. على فكره انا مش شبهها، على فكره شبه اهل ابويا اكتر. لا بس لا في شبه العينين. لا يا شيخه انا لا هي كانت لا هي رهيبه، لا هي كانت جميله جدا. ده هنا برضو كانت كبرت. بس في ايه من الادوار اللي بتحبيها او بتقولي ان هو ده شكل امي؟ الصوره الذهنيه عندك عن امك كان من ايه؟ والله يمكن ده اقرب حاجه ليها. لا يعني حتى اقرب حاجه لطريقه كلامها، هي كانت صعبيه. فكانت ساعات كده لما تتعصب علينا تتعصب عليا يعني. كانت روح راتنا كده برضو بالكلام ده، بس هي كانت طيبة جدا، ما كانتش غضوبة خالص، غضبها كان قليل أو تغضب وتروق في لحظة يعني. وانت بتتفرج عليها يعني في إعجاب بخلاف إنها مامتك، بس حسيت معجبة بيها، معجبة. طب والله أنا هسألك يعني الله يرحمها فعلا مش لأنها أمي، هل وما كانتش نجمة وما كانتش ممثلة كبيرة وما خدتش أدوار كبيرة، كانت دايما أدوارها صغيرة، بس هل في حد النهاردة يعرف يعمل الدور بالطريقة دي؟ لا والله لا، واقفة وصوت وأداء ومالية مركزها. وأي حد اتفرج على مسرحية رايا وسكينة فاكر أمونة، لأنه هي عملت بصمتها في المشهد صحيح بتاعها. صحيح صحيح صحيح. هي دخلت الفن، أو علاقتك أنت وهي بالفن إزاي؟ هي اللي دخلت، انت اللي حبيتيه من خلالها؟ هي خريجة معهد على فكرة، من أوائل الدفعات اللي دخلت المعهد، أول ما أنشأوا المعهد في مصر إذا أفتكر كان. على فكرة الأستاذ حسن يوسف ربنا يديله الصحة يا رب دفعتها. مثلا أبويا كان خريج حقوق بس دخل معها المعهد، بس دخل قسم نقد، ما كانش غاوي تمثيل كان غاوي قراية، فقال لك النقد ده بس عشان يعني يروحوا ويجوا مع بعض. والدك ووالدتك مسرحيين. بس ابويا نقد. بس في النهايه له علاقه طبعا طبعا طبعا. فهي كانت طول ما هي ماشيه في البيت بتسلي نفسها، يا بتقول شعر يا بتحفظ مسرحيه يا وهي بتحب احمد شوقي قوي، بتحب مسرحيات احمد شوقي قوي، فكانت طول الوقت وهي ماشيه في البيت تقول شعر وانا ماشيه وراها احفظ. لما هي كانت عضوه في المسرح الحر او على القومي، كانت ساعات تشتغل على القومي، فتاخدني معاها وانا صغيره خالص، تحط لي كرسي كده في الكواليس جنب الستاره علشان لما تضرب بعينها تبقى شايفاني، فانعس واسند راسي كده على الحيطه وانام او اسند راسي على الستاره.
فاللي دخل في مناخيري ريحه خشبه المسرح وريحه الستاره. الستاره ستاير المسرح دي ليها ريحه على فكره. ولما ساعات اغمض عينيا كده ويوحشني المسرح كانك بتستدعي الريحه. الريحه بتثبت في الذاكره فبتيجي لما نعرف نستدعيها. فازاي حكبر بحب حاجه تانيه؟ ما هو انا ما شفتش في حياتي حب غير ده. بس ما كانش ابويا راضي ان انا ادخل المعهد على مش خوفا من الفن، هو خوفا عليا من التعب الشغلانه. هو عارف شغلانه متعبه قد ايه يعني. بس انا ما عرفتش اعمل ده، ما عرفتش امنع نفسي ان انا اروح المعهد. فاكره حاجه من الحاجات اللي كانت مامتك بتقولها في البيت؟ انا كنت حافظه مسرح كليوباترا تقريبا كلها تقريبا، وكنت طفله بجد. كنت يمكن في اولى ابتدائي تانية ابتدائي. بس لما جيت اقدم في المعهد، جيت اقدم امتحان القبول، كنا بنعمل لازم نقدم بجزء مشهد لغه عاميه ومشهد لغه عربيه. المشهد اللغه العاميه كان اشهر مشهد بكل البنات بيدخلوا بيه المعهد، كان بتاع الاستاذه سميحه ايوب في سكه السلامه، انا سوسو. فكلنا دخلنا بيه، ما فيش بنت من بعد مسرحية سكة السلامة ما دخلتش امتحنت بالمشهد بتاع مدام سميحة أيوب. يعني هي سبب في ان 90% من البنات دخلوا المعهد بالمشهد ده. والله ست عظيمة طبعا. وبعدين سألوني طيب عاملة ايه بقى لغة عربية؟ انا ما حدش عمل لي مشهد لغة عربية وما حدش مرني وما اعرفش حاجة. فقلت له انا قلت لهم، كانت لجنة قوية جدا على فكرة اللي اختبرتني، قلت لهم انا حافظة قصيدة شعر. قالوا لي طب قوليها. فقلت لهم قصيدة من مسرح كليوباترا أحمد شوقي، بتقول نام ماركو ولم أنم وتفردت بالألم، ليت جرحي كجرحه لقي الموت فالتأم، أنطوان قم كأمسي واشرب الراحة بالنغم، وقد الخيل في الوهاد ووسبا إلى القمم، أيتها العين أبصري إنما كنت في حلم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.